موقف المجتمع الدولي الى اي مدى هو كالبيانات التي ليس لها يعني اي تاثير صحيح حضرتك عارف صحيح. البيانات اللي دايما الناس تجتمع وتقول هنعمل ولازم و وهي غير مؤثره بالمره يعني فكيف قرات هذا الموقف؟ يعني اولا الموقف الدولي هو زي ما حضرتك اشرتي في معظمه هو بيعتمد على موقف اخلاقي يجب وينبغي ونعرب عن القلق ونعرب عن مخاوفنا وهذه العبارات الدبلوماسية المحفوظة سلفا هي هذه البيانات لا تقدم ولا تؤخر لأنها في النهاية لا تعكس إرادة دولية حقيقية في إنهاء الازمه لانه اذا كان المجتمع الدولي يريد انهاء الازمه فالسودان كان يتعرض لازمه كبيره علي مدى السنوات الاربع الماضيه ولم يتحرك المجتمع الدولي صحيح كانت هناك بعض المسانده الامميه وبعض المسانده السياسيه ولكنها لم تكن لها انعكاس حقيقي على الارض بدليل انه كل البعثات الامميه وكل المحاولات الامميه فشلت في توفير اطار للحل السوداني السوداني واعتقد انه من الصعب الان على هذه المؤسسات الدوليه وحتى على قوى كبرى زي الولايات المتحده او غيرها انها تكون فاعله اليوم بعد ما كانت غائبه عن المشهد السوداني لفتره طويلة. ولديها وضع اصلا ملتهب الان في الداخل الامريكي فيعني اعتقد ان الملفات يعني اعتقد كثير. انه مش اولويه بالنسبه للقوى الدوليه والقوى الدوليه في النهايه بتتحرك وفق اطار المصالح واعتقد انه من مصلحه هذه القوى انه في ملفات اكثر اولويه بالنسبه لها. النقطه الاخرى انه كثير من القوى الدوليه تتعامل مع الامر بمنطق تجميده وليس بمنطق الحل. بمعنى انه طالما في صراع طيب خلاص احنا نحاول نهدئ الصراع ولكن نحافظ على حد ادنى من هذا الصراع دون فكره الحل لكن المشكله انه مع دوله بمشاكل السودان بوضع السودان الاقتصادي بوضع السودان المعيشي بي هناك اكثر من ثلث تقريبا المواطنين السودانيين الان حسب التقارير الامميه بحاجه الى دعم غذائي عاجل بالامس مع توقف انشطه برنامج الغذاء العالمي أعتقد إحنا دخلنا في معاناه أخرى لما برنامج الغذاء العالمي أعلن عن مقتل ثلاثه من موظفي في السودان خلال الاشتباكات، أعتقد دي خطيره للغايه وهتنعكس سلباً على الخدمات الإنسانيه المتوفره للسودان دكتور كان لدي سؤال منذ أول لحظه تحديداً يوم السبت وهذه التحركات عمليات شغب التي بدأت تحدث وتحركات الميليشيا، ميليشيا الدعم السريع. المواطن السوداني هل ينسى هذه الحقبة؟ هل ينسى هذا الوضع الراهن؟ هل ينسى هذه التحركات إذا كانت على المستوى السياسي للأسف أو على المستوى الميداني بغض الطرف تماما عنه وتدخلات كثيرة ووضع ملتهب يؤثر في الأول وفي الآخر طبعاً عليه بشكل كبير يعني الوضع كان أصلا منهك بشكل كبير جدا سياسيا واقتصاديا وسياسيا وحتى عسكريا بشكل أو بآخر يعني أين هو المواطن السوداني؟ الحقيقة المواطن السوداني مغلوب على أمره لأنه هو اللي بيدفع ثمن هذه الأطماع وهذه المشكلات السياسية والصدمات العسكرية لأنه زي ما حضرتك أشرتي هو منهك منذ سنوات طويلة وجاءت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية فانعكست سلبا على السودان بشكل كبير مع ارتفاع اسعار الطاقه مع ارتفاع اسعار الغذاء مع معاناه السودان من ازمه تضخم كبيره للغايه مع عدم وجود موارد اقتصاديه مع وقف العديد من البرامج برامج التمويل الدوليه نتيجه عدم الوصول الى حلول سياسيه عدم وجود حكومه فاعله بشكل او باخر في الداخل السوداني كل هذه الامور ساهمت في تعطيل فكره تحسن الوضع الاقتصادي لانه في النهايه اي مؤسسه تمويل دوليه عندما تعيد مراجعه او تنظر الى دعم دوله هي تنظر في المقام الاول الى الاستقرار السياسي والامني في هذه الدوله، الان السودان يفتقر الى الركنين الاساسيين الذي يمكن ان يمهد لفكره دعم السودان اقتصاديا هو يفتقر الى الوضع الامني المستقر ويفتقر الى الوضع السياسي المستقر، هذه الضبابيه في المشهد الامني وفي المشهد السياسي بتنتقل بالتبعيه الى حرمان السودان من اية اجراءات اقتصادية فعالة تستطيع ان تقيله من العثرة التي يعاني منها، وبالتالي من سيدفع الثمن هو المواطن السوداني، راينا بالامس حتى بعد مطالبه بعض او القوات المسلحه السودانيه بفتح ممرات امنه وباطلاق هدنه انسانيه لمده اربع ساعات، لم تلتزم ميليشيا الدعم السريع، وهناك تقارير من قبل نقابه الاطباء السودانيه تتحدث عن ان 50% من اطقم المستشفيات عاجئ يعني عالقه بسبب المشد أو الاشتباكات الأمنيه في الشوارع، هذا يحرم أيضا المواطن السوداني من فكرة الحصول على حتى الصحه، العلاج، هناك مشكلات فيما يتعلق بالغذاء، وزي ما قلت لحضرتك برنامج الغذاء العالمي أعلن عن تعليق خدماته وأنشطته في السودان، م. هذا البرنامج كان يمول الآلاف من السودانيين بالغذاء يوميا، الآن أيضا مع توقف خدمات بعثات دبلوماسيه أتصور أنه الوضع سيزداد قسوه على المواطن السوداني، أتصور أن المواطن السوداني لن يغفر لمن تسبب في هذه المعاناة ولن يسامح من يعني ارتهن أو خطف اختطف الوطن من أجل مصالحه السياسية